بهذه شيخي العزيز، هل هناك مظهر من هذه المظاهر يعني في سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجتمع صحابته؟ نعم، مظهر من مظاهر هذا التقويم والتوجيه للناشئة. نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه هو القائد الأول فهو المربي الأول. نعم، وإذا كان هو المربي الأول وكان ذلك القرن الذي هو فيه خير القرون، كان ذلك القرن حافلا بالمربين الكبار. نعم، والعظماء. ذلك القرن حقيقة يعني حري بالدراسة واستخراج يعني المناهج منه، لأنه يعني كما يروى، وإن ضعفه بعض أهل العلم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، لكن هم فعلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارس كانوا، بل جامعات تخرج الرجال. كم سنة الدليل على ذلك؟ كم سنة استطاع المسلمون فيها منذ والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن انتقلوا إلى المدينة المنورة وأسسوا الدولة الإسلامية، كم سنة احتاجوا إلى أن يكسروا غطرسة الدول العظمى في ذلك الوقت؟ 13 عاما، كم سنة؟ وقت قصير جدا، وقت قصير جدا. معنى ذلك أن هنالك مصانع للرجال كانت لا تقف ليل نهار، كانت تعمل. هذه المصانع ما كانت ممثلة في النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الموجه الأعلى، كان هو القائد الأكبر، كان هو المربي الأول، لكن هنالك رجال كان وراءه يأخذون منه يطبقون مباشرة. هكذا نحن يعني نحتاج اليوم، المجتمعات تسير إلى انحدار خطير بسبب هذا الانصهار في كثير من العادات اليوم، الانصهار في العادات، عادات الغرب اليوم دخلت إلى بلاد المسلمين. طيب، ناهيك عن الوسائط وما فيها من مصائب عظام وهكذا، طيب فعلى المربين وعلى العقلاء وعلى الحكومات أن تشرع ما يحفظ كيانها. اليوم نحن المجتمع العماني الحمد لله رب العالمين ينظر إليه نظرة طيبة في التزامه واتزانه، الحمد لله. طيب، في لباسه، في هيئته، في مجالسه، في أخلاقه. طيب، منذ أن كان عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ألا ينبغي؟ هذا أليس مكسبا كسبه أهل عمان عبر هذه القرون؟ بلى. ألا ينبغي المحافظة على هذا المكسب؟ ألا ينبغي أن تكون هنالك لجان تحافظ بحق على العماني وتخرجه عمانيا كما كان، محافظة على هوية، محافظة على هوية هذا العماني الأصيل، الهوية العمانية الإسلامية. هنالك هوية إسلامية عامة، ولكن هنالك هوية إسلامية عمانية، هنالك هوية إسلامية عمانية، هنالك هوية إسلامية يعني مثلا مصرية، أو هنالك بحسب الدول الإسلامية. فينبغي كما أن الدول الأخرى يعني تفتخر وتعتز بموروثاتها، فعلينا أن نعتز أعظم موروث يعتز به العماني هو أخلاقه. وأخلاقه أولها سمته، اتزانه في لباسه، في كلمته، في جلوسه، في مشيه، في لباسه، في ركوبه في سيارته، في كل شيء. هذا الاتزان حقيقة بدأ يتأثر، علينا أن نحافظ عليه، وهذه مسؤولية الجميع حكومة وأفرادا.